بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة. خلونا نرحب بالدكتورة روعة بكر. كيف دكتورة؟ مساء الخير عليك يا شيف، مساء الخير على كل مشاهدين نكهة خاصة. اليوم نكهتنا حتكون خاصة جدا، حتذكرنا بعيد الضحية ومأكولات عيد الضحية بتكون دائما خاصة بعيد الضحية. ورينا يا شيف حتكون عامل لنا شنو؟ طبعا احنا امبارح كانت الدكتورة نفيسة وشيف محمد اتحقونا في حلقة طبية. ايوه احنا الليلة جايين عكسهم تماما. حلقة الليلة تحت عنوان الخايف يتخارج. الليلة النهاردة عندنا دسمة جدا، الكمونية، عندنا الممبار، الكبدة والفشفاش والحلو القنبلة. حالة كده تركيبة عجيبة كده. ان شاء الله بإذن الله من خلال متابعتكم للحلقة هتشوفوا المكونات بتاعتهم ان شاء الله. طيب يا شيف هنبدا باي واحد في الاصناف دي؟ هنبدا اول حاجه بالكمونيه بالحمص، عشان طبعا بتاخد زمن على النار. احنا عاملين ليها نص سلقه بس برضو عشان تاخد زمنها بالراحه. هنبدا الاول بالكمونيه بالحمص، نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. شفنا الكمونية بصورة، احنا طبعا عملناها على مرحلتين طبعا عشان السادة المشاهدين يشوفوا الشكل النهائي بتاعها بعد ما تطلع على الهواء، لان طبعا بتاخد زمن اقل حاجة ساعة على النار. احنا سلقناها الاول طبعا، شطفناها وغسلناها كويس جدا، اكيد عارفين الكلام ده. وبعد كده سلقناها نص سلقة واخدنا الموية بتاعتها عشان هشتغل بيها دلوقتي. هسي هنعمل ليها التغذية بتاعتها او الراس بتاعت الصوص بتاع الكمونية. نحط سمنة. قبل كده في مشاهدة سألت برضو ان انا كل شغلي بالسمنة، انا ما كل شغلي بالسمنة، لكن في اكلات بتتطلب سمنة، لكن ممكن نستخدم مكانها اي مادة دهنية، يعني ممكن زيت، ممكن زيت نباتي او زيت حيوان. تمام كده انا هحط الهناية وديها برضو شوية زيت مع السمنة. الطريقة دي وبنزل بالبصل. طبعا الكمونيه من الاكلات المحبوبه، احنا الليله هنضيف ليها معاها الحمص. الحمص، وبالمناسبه ممكن برضه عشان في ناس كتير جدا بيتكلموا بالنسبه للصلصه ما بيحبوا الصلصه، في ناس ممنوعين من الصلصات اساسا. الكمونيه دي ممكن تتعمل بصوص ابيض من غير اي اضافه بتاعت صلصه. تمام. طيب بالنسبه لاطباقنا اليوم طبعا دسمه جدا، بالنسبه لاي زول بيعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي، القولون، العصبي، بتكون متعبه جدا له، فما حتكون مناسبه معكم. لكن ان شاء الله احنا حنخصص لكم حلقات خاصه بكم، ان شاء الله تنال اعجابكم. كمان الليله الكمونيه بتاعتنا معموله مع الحمص. الحمص عنده فوائد كثيره جدا، عنده علاقه مع الكوليسترول، انه هو بيخفض الكوليسترول الضار في الجسم، بيخفض النسبه بتاعته، وكمان مع امراض القولون، سرطان القولون. بالنسبه للالياف، لانه هو غني جدا بالالياف ومضادات الاكسده اللي هي بتساعد في الحمايه او الوقايه من سرطان القولون. وكمان بالنسبة لأمراض القلب والشرايين برضو مفيد جدا، لأنه بيساعد على تفتيت الكوليسترول اللي هي الحاجات اللي بتأثر دايما سلبا على الأوعية الدموية، اللي هي الكوليسترول دايما بيكفل الشرايين والأوعية. فعشان كده دايما الحمص بيساعد في تفتيت الكوليسترول اللي هو بيعمل بيكفل الشرايين دي. عشان كده بنقول لكم إنه هو مفيد جدا بالنسبة لجميع الفئات اللي هي محتاجة، أو أنت إنسان صحيح أو إنسان مصاب بأي مرض، فهو مفيد جدا الحمص. طيب دكتورة، إحنا كده دبلنا البصلة بتاعتنا، ندبل فيها شوية كده ما ديرها تحمر، ندبلها بس مع التومة. بالنسبة للحمص، الناس اللي عندهم مشاكل مع أمراض الكلى برضو مفروض إنهم ممكن عادي يتناولوه، لكن باتزان، لانه بيعتبر من البروتينات النباتيه اللي هي اللي بتكون متوفره في البقوليات، فلازم نعمل حسابنا في تناول البروتينات خصوصا النباتيه بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الكلى. يا دكتور انا بعد ما دبلت البصل
الثوم بنزل بيه هي حاجتين كده ايه دي تقليبه زي ما قلنا احنا ممكن تتعامل بيضه من غير صلصه وممكن تعمل بيها الصلصه الطريقه دي كده. انا طبعا مريحني في الموضوع ان انا سليقها نص سلقة عشان الزمن بتاع البرنامج. وبرضو حتى لو انا هشتغل في البيت تمام الطريقه دي حلوه في حاجه ان انا الاول بدخلها في مويه بتغلي لازم لو المويه بتغلي تمام برميها فيها بتاخد الصدمه بتنزل الزفاره اللي فيها وبعد كده بصفيها وبعد كده بحط مويه بارده على النار وبحط فيها الورق الغار والبصل وكده علشان تغير النكهه بتاعتها. تمام دي دايما بعملها الحركه دي مع كل انواع يعني مثلا لما يكون جداد داير اسلقه الجداد لما بيتسلق السلقه الصح بتاعت الجداد ان انا بحط مويه على النار بتغلي ما بحط فيها اي حاجه مويه بتغلي بس وبحط فيها الجداد بياخد صدمه وبرفعه تاني على طول. بعد كده بجيب حله نظيفه بحط فيها مويه بارده عاديه مويه فاتره وبعد كده بحط فيها البصل الجزر ورق اللورو والهبهان الفلفل الاسود الحصى وبحط الجداد على مويه بارده تبتدي تغلي مع المويه عشان تنزل البهارات فيها لو انا عايز الشوربه بتاعت الجداد بطريقه كويسه وما يكون فيها اي زفاره. تمام طيب انا كده بلت بضيف الحمص الطريقه دي شايفين كده انا في المرحله دي داير بس اقلب الحمص مع الكمونيه تمام قبل ما اضيف الصلصه بتاعت الطماطم وعصير الطماطم علشان يتسبكوا مع بعض شويه وبعد ما يتسبكوا مع بعض شويه ببتدي اضيف الشوربه واسيبها بعد كده تاخد الملح والفلفل بتاعتها والتوابل بتاعتها وتتسبك كلها مع بعض. ممكن برضو الاستغناء عن الصلصه زي ما انت ذكرت قبل شويه. ممكن عادي تعمل ممكن تعمل بيضه ما في مشكله. طبعا ده بالنسبه للناس برضو اللي بيعانوا من مشاكل في الكلى او عندهم ارتفاع في الاملاح او عندهم برضو مشاكل الضغط برضو يفضل انهم يتناولوا الحاجات اللي هي ما بتكون مثلا عندنا الصلصه بتكون الحفظ بتاعها بيكون بالملح اكثر حاجه فعشان كده احنا بنحاول نبعد دائما من المعلبات اللي هي بيكون فيها نسبه الاملاح عاليه جدا فممكن يتناولوها لكن يحاولوا يخففوها يعني ممكن مثلا تتعامل بالطماطم احسن مما هي تتعامل بالصلصه العاديه. دكتوره انا كده قلبتها مع الصلصه بدل تينا الصلصه دايما بنقول نديها يعني حاجه بتاع سكر كده لا تسكر يعني حاجه بسيطه جدا زي المخبوزات عموما اللي هي بتكون بالسكر بيتخطى فيها رشه بتاعت ملح. انا بس عشان زي دايما كل مره بنقول بنكسر اللسعه او الحموضه بتاعت الصلصه كده. بعد كده بجيب عصير طماطم طبعا ممكن الناس يقول لك طبعا لا ما في طماطم انا عايز اشتغل على طول بالصلصه بس عادي جدا طبعا اوكي لكن احنا طبعا زي ما بيقول بنديها التسبيكه الصح يعني الطريقه دي لغايه دلوقتي كده ما اديتها اي توابل. التوابل هتديها لها في الاخر ولا كيف؟ في الاخر بس الطماطم تتسبك شويه دايما بنقول ان الملح والفلفل بياخروا تسويه اللحوم يعني لازم دي ناس تعرف القاعده دي ان الملح والفلفل لو اتحطوا من اول الطبخه كده بتاخر التسويه بتاعت اللحوم. كده انا حطيت الصلصه والطماطم لسه ما اضفت اي حاجه هسيب الكلام ده كله يتسبك مع بعضه. اوكي نغطيه ونسيبه يغلي مع نفسه كده غلوه وبعد كده هنديله الشوربه بتاعته والملح والفلفل وكده. طيب الشوربه نوع اي نوع من الشوربه؟ الشوربه دي اللي هي المويه بتاعت السلق بتاعت الكمونيه. الكمونيه زي ما قلت انا بعيد للساده المشاهدين انا جبت مويه بتغلي تمام حطيت فيها الكمونيه طبعا بعد ما غسلتها كويس ونظفتها كويس بس حطيت فيها الكمونيه ونشلتها على طول دي بتعمل لي شنو لو في اي زفاره في اي حاجه عالقه بالكمونيه بتنزل تمام وبعد كده باخدها بشطفها في المصفى وبعد كده بجيب مويه بارده
بحطها على النار، بحط معاها البصل، بحط ورق اللورو تمام، وبحط الكمونيه بتاعتي على نظافه لان انا داير الشوربه بتاعتها، لان اصلا انا لو هشتغلها عادي انا هجيب الحله واشتغل كمونيه مره واحده، بعمل الخطوه الاولانيه دي، بعد كده بجيب البصله وبجيب التوم وبعد كده بجيب الكمونيه بحطها على طول تمام، وبسيبها تتسلق، والمويه دي طبعا بيكون مويه عاديه بتكون الكمونيه بتنزل البهاريز اللي فيها تمام. طيب عندنا اتصال ونقول مساء الخير. يا مساء الورد والسعاده والامل والتفاؤل عليك يا احلى نوره، وتحيه كمان للشيف. اهلا وسهلا بك يا نضال، نورانا. مساء الخير عليكم، تحيه ليكم، تحيه لكل المشاهدين، وتحيه كمان لكل الاستاف العامل لقناه سودانيه 24، وبجد غنى جميله جدا وبرنامجكم اكثر من رائع. تسلمي كثير، شكرا لك من ذوقك يا غاليه. الله يخليك، تسلمي. اول حاجه عايزه اسال حاجات طبيعيه تقللي لي من الحرجان، لانه بجد الحرجان قاعد اعاني منه شديد. تفضلي. تمام، وبرضو عايزه اسال الشيف من المسبك الطريقه الصحيحه للتحمير بتاعه، لانه من كل ما اجي اعمل المكنه بتاعتها احطها في الزيت، احطها في الزيت اغلي في الدقيق، لما اجي ارجع الزيت ثاني عايز يعني المشبك. المكنة قلنا دايما لازم تدهن بالزيت، يعني اول حاجه لازم تدهن بالزيت، والزيت بتاع المشبك. يا ريت بس حضرتك اخذت لو انت بتدلني من خلال التلفزيون، انا هتابع. تمام تمام، اوكي ان شاء الله. شكرا لك كثير على اتصالك. تسلمي كثير يا نضال على اتصالك. بتسال من المشبك قالت انه هي لما تخطه في الزيت ما خدت المكبس ولا هي بتاع حاجه. المكبس ما قلنا دايما أيوة. لازم يدهن، لازم يكون مدهون زيت. فقالت ما بيظبط معاها، عايز تعرف الطريقه الصح. لا، ما هي الطريقه الصح بتاعتها ان هي بتجهز العجينه بنفس المقادير اللي احنا عملناها، والمكبس ده بيتمسح بزيت. يعني المكبس يكون ممسوح بزيت تمام، الزيت بتاع طبعا الزيت بتاعها بيكون جاهز سخن، بتحط العجينه بتاعتها وتكب طوالي في الزيت، يعني لازم المكبس نفسه يكون فيه زيت. لو في مشكله بعد ده يبقى المشكله في المكبس نفسه، ما في اي حاجه. تمام تمام، تسلمي كثير يا نضال على اتصالك. طيب يا دكتوره، احنا كده نشكر الاستاذه نضال طبعا على اتصالها، وان شاء الله باذن هنعيد طبعا المشبك باذن الله تعالى في الحلقات اللي جايه. عملنا الكمونيه، حطيناها على النار زي ما قلت، بس ناقص الخطوه بتاعت ان انا احط الشوربه بعد ما الطماطم تتسبك شويه، احط الشوربه وبديها الملح والفلفل والبهارات بتاعتها ويبقى كده. طيب هيكون في فرق لو انا قمت كبيت الشوربه طوالي معاها؟ ما في فرق؟ لا ما في فرق، بس انا زي عايز الطماطم تتسبك لسبب. لان انا عشان احط المقدار بتاع الشوربه اعرف الوصفه بتاعتي او الطبقه بتاعتي محتاجه شوربه قد ايه، بناء على التسبيكه اللي هتتسبك قدام عيني. انا هسه ممكن احط كل حاجه مع بعضيها زي ما بقول، بس ما بتطلع على المقادير مظبوطه. طبعا احنا في الاكل بنحط مقادير معينه عشان نجرب الحاجه للناس، لكن الحاجه بتاعت الاكل بالذات عكس الحلويات بيكون شويه العمليه التقديريه، يعني انا شايف مثلا الصوص اتسبك شديد او تقيل، يبقى انا عندي الشوربه بكتر الشوربه، او العكس ان الصوص بتاعي ما قصر شديد وخفيف، يبقى انا ما هكتر الشوربه، هاخد شويه بسيطه من الشوربه، لان برضو خدي بالك في المرحله دي برضو الكمونيه بتنزل مويه برضو مع الصوص. أيوة. يعني برضو في التيست بتاع الكمونيه موجود، لكن انا بقول لك الشوربه دي انا اخر حاجه بحطها، عايز اشوف الكميه اللي انا هحتاجها كده. تمام تمام، زي ما قلنا هنسيبها تتسبك شويه كده وهنرجع لها تاني، بعد كده هنمشي نشتغل في الطبق اللي بعد كده. عندنا الكبده والفشفاش او الفيشه زي ما بيقولوا عندنا في مصر. الفيشه طبعا في ناس كتير جدا خوفوني منها، قالوا ما تعملها، الناس ما بترحب بيها شديد، ما مرغوبه في السودان، قلنا نعملها بالطريقه اللي احنا بنعملها ونشوف ان شاء الله باذن الله بتعجب الناس. لكن خلونا نمشي نشوف المقادير بتاعه الكبده والفشفاش ونرجع لكم تاني. We'll be right back.
ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. شفنا المكونات بتاعه الفشفاش والكبده الضان. الكبده الضان كل اللي عارفينها. النهارده هنتكلم على الفشفاش. الفشفاش ده يا جماعه اللي هو الطحال، تمام. احنا بنسلقه الاول في مويه، تمام. ما بنكتر المويه لان اصلا هو بيكون ماده رخوه، تمام. انا اسمع ان في ناس كتير بيشحتوه، ما بيستخدموه يعني ما بيحتاجوا ليه. بناخده سلقه كده في مويه بصل حبهان، برده نفس الطريقه عشان نكسر الزفار، بيكون بالشكل ده. وبنقطعه زي الكبده، بنديله التوابل بتاعته عاديه جدا، كان ان احنا هنسوي كبده. شويه ملح، شويه فلفل. احنا هنا الاختلاف ان احنا هنحمره. ايوه. شويه شمار، ممكن برده نديله فص. طبعا الطحال فيه فوائد غذائيه عاليه جدا. اول حاجه بيحتوي على فيتامينات، فيه فيتامين الف وفيتامين ب 1 و 2 و 6 و 12. دي الفيتامينات اللي هي طبعا بتكون مفيده جدا للجسم، ده غير انه غني بالحديد والمغنيسيوم، يعني بيساعد الناس اللي عندهم انيميا بسرعه مبالغ فيها انه يقدروا يرجعوا النسبه بتاعت الدم الطبيعي في جسمهم. فهو مفيد جدا حتى بالنسبه للناس اللي بيعانوا من مشاكل في البشره وفي الشعر وفي الاظافر وكده، برضه ممكن يتناول الطحال لانه فيه كميه عاليه من الفيتامينات المفيده للبشره والجسم عموما. يا دكتوره وديت له عصا بتاعت ليمون كده. بالمناسبه بيبقى طعمه غريب جدا من الكبده بعد عمليه التحمير اللي هنعملها دلوقتي. اوكي كده انا هحط معلقه بتاعت سمنه. وتاني بقول للسادة المشاهدين يا جماعة، احنا السمنة الأكل ده دسم أصلا، لكن طبعا أنا لو ما بحب السمنة وما بدول السمنة عادي جدا، ممكن أنا ممكن أستخدم أي زيت عادي. طيب كده وباجي في السمنة دي من النهاردة كده. ما اعرف، لكن يعني احسن يكون الحاجات دي مطبوخه بالسمنه عشان تشيل الزفاره اللي بتكون فيها. هو طبعا اصلا هو اصلا يعني الاسم بتاع التشكيله دي كده السمين اساسا يعني. ايوه يعني هو سمين اساسا يعني ما 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 هنقدر نحليها او نجملها او نقول فيها اي حاجه ثانيه. زي ما قلت كده احنا بناخدها في الطوه كده تحمر في السمن. حتى الوجبات دي برضو اللي هي يعني معموله عندنا اليوم، معروفه انه نسبه الدهون فيها عاليه جدا بالنسبه لاي زول بيعاني من امراض الضغط القلب وكمان المشاكل بتاعت الكلى. ما بننصح ان هم يتناولوا الحاجات دي بكميات كبيره. بالنسبه لمشاكل الكلى زي ما ذكرت لكم انه حاليا الكمونيه معمول فيها صلصه، فدي الاسباب اللي وحمص، الاثنين دي واحده من دي الاسباب اللي بتخليني اقول لكم انه الناس الكلى برضو يعملوا حسابهم من الناحيه دي، عشان طبعا كل ما الاملاح زادت بتضر الكلى زياده. اما بالنسبه للناس اللي عندهم قلب وكوليسترول، نسبه الدهون العاليه دي بتاثر معاهم سلبا. طب يا دكتوره احنا زي ما انت شايفه برضو نفس الطريقه، هبتدي اتبل الكبده الضان والفلوتين برضو بتعامل مع القصه دي. ايوه كمان الكبدة غنية جدا بالحديد والمغنيسيوم اللي هي طبعا بيكونوا مفيدين برضو. أي زول بيعاني من فقر دم بيقول لي تناول الكبدة لأنه بتساعد بسرعة رهيبة ما شاء الله، إنها بتخلي الدم يرتفع. بدل الإنسان يكون بيعاني من الأنيميا بيساعد في سرعة العلاج بتاعته. بالنسبة للناس برضو اللي بيعانوا من مشاكل في الكلى، ما بنصحهم يتناولوا الكبدة. الطبق ده احنا بنسميه طبق مشكل، الكبده والفشفاش والممبار. الممبار اللي هنشتغل فيه دلوقتي بيبقى اسمه طبق مشكل، تمام. طبعا يا شيف، عموما الناس اللي بيعانوا من امراض الكلى بيكون عندهم مشكله مع اللحوم الحمراء عموما لانها غنيه بالفوسفور اللي هو طبعا بيكون ضار بالنسبه للكلى، فما بنصح ان الزول يستعمله. حتى لو الزول بقت نفسه فيه، احسن افضل وقت ان هو يتناول فيه اللحوم الحمراء اثناء الغسيل، عشان شنو؟ الدم بيكون حاصل له فلتر، فاثناء التصفيه او التنقية بتاعت الدم اي كميه زايده او اي حاجه زايده هي بتكون ضاره للكلى بيكون حصل لها تصفيه، فما بيكون فيها ضرر زي ما بيكون الضرر لما انت تتناولها وانت اصلا ما عندك غسيل او كده. فاحسن تفادي للحاجات دي الزول ما يتناولها بكميات كبيره. يا دكتورة جهزنا التتبيلة بتاعت الكبدة
يبقى احنا كده قلنا ابتدينا في الكمونيه تمام. الكمونيه هسه بدات، شايف الصلصه بدات تتسبك، وابتدينا برضو في الفشه او الفشفاش والكبده الضان تمام، نحمرهم مع بعض. واحنا كده بنجهز في الفشفاش والكبده، ممكن نمشي فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، شغالين بنحمر في الفشفاش والكبدة الضن تمام. شغالين على النار كده، وشايف الكمونية بتاعتنا الطماطم بدأت تتسبك، ونخليها شوية كده لغاية ما تاخد التسبيكة الصح بتاعتها. الأكل النهاردة مسبك، الأكل النهاردة دسم، الأكل النهاردة للناس اللي عايزة تسمن بما فيهم طبق الحلو. كتير من الناس دايما يا شيف بيسألونا دايرين نسمن دايرين نسمن، وكثير من الناس برضو معانا هنا في الاستوديو برضو بيسالوا من الحاجه دي. طبعا اطباق الليله هديه لكم تمام. شايف الجماعه مصممين والله لازم تدي للدكتوره قطعه دوق على الهواء، وان شاء الله باذن الله بنديك اياها بس اول ما نخلصها ونجهزها. طيب كده احنا جهزنا الحاجه الثالثه اللي هي الفشفاش والكبده، وعملنا الكمونيه تمام. بعد كده هنشوف الحاجه الثالثه سوري اللي هي بتاعه الطبق اللي هو الممبار. الممبار احنا لكن ما استخدمناه من الضان، جبنا الممبار بتاع العجالي عشان بيكون شويه اوسع ومريح. لو دايرين تشتغلوا من الممبار بتاع الضان ممكن، لكن بيكون الفتحه بتاعته ضيقه شويه متعبه في الحشو. بنمشي نشوف المقادير بتاعه الممبار ونرجع لكم. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين مع الممبار. الحشوه بتاعه الممبار دي يا دكتوره دي عباره عن طماطم مفرومه ناعم، بقدونس مفروم ناعم، شبت شمار اخضر، بقدونس مفروم برده ناعم، ملح وفلفل والبهارات اللي احنا شفناها تمام. وبعد كده بنديها معلقتين بتاعه صلصه طماطم ورز مغسول طبعا. بس رز مغسول. بنيجي للممبار، الممبار اللي هو الامعاء اللي هي الغليظه بتاعه العجالي، بنقلبها. بنقلبها بمعنى شنو؟ يعني هي دلوقتي كده دي كده البطن من جوه، يعني احنا دي كده العجله بتاعتها، اول ما بنجيبها بنقلبها الناحيه الثانيه وتتنضف كويس زي ما انت شايف تمام. وبعدين بجيب الرز بتاعي الطريقه دي، طبعا الجوانت شويه كده، بفتحها كده وببتدي حشي بالطريقه دي، يعني افتح بصبعين كده واحشي بصابع كده. طبعا الممبار احنا ما بنحشيه على الاخر عشان الرز ده لسه هيتسلق، والرز طبعا بالحجم بتاعه بيتضاعف الطريقه دي. ممكن عشان نريح نفسنا ننزل شويه هنا كده بس عايزين نجرب الطريقة دي أستاذ المشاهدين. كده 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 طبعا الدكتورة هتحشي واحدة وأنا هحشي واحدة عشان يبقى احنا ايه متفقين. حشو صعب شوية ولا شنو يا حسام؟ تمام كده هتعلموا منك إن شاء الله بعد الحلقة. نيجي من الناحية الثانية، طبعا الممبار نخليه دايما مبطط، يعني لما نيجي نجهزه يكون مبطط يكون احسن. ليه؟ علشان هو لسه زي ما قلت هيخش المويه بتغلي
الطريقه دي. هو هيتسلق بس ما هيتحمر شويه؟ ها؟ لا هيتحمر، هيتسلق الاول بعد كده يتحمر كده الطريقه دي. طبعا في ناس كثيره بيحبوا يشتروه جاهز عشان الغلبه بتاعت الحشو بتاعه، لكن طبعا الزول لو اتعود عليها بيكون سهله بالنسبه ليه وما صعبه. الطريقه دي بتاخد زمن؟ ما بتاخد زمن كتير طبعا، حسب التعود الايد على الشغل بتاعتها. انا طبعا ما بشتغلها كتير، لكن لو زول يعني طوالي بيتعود ان هو بيعملها بتكون بالنسبه ليه سهله جدا يعني. واحنا طبعا من هنا برضو نشكر الشيف شاذلي ساعدنا في الحشو بتاع المنبار الليله. تمام. طبعا يا شيف الحشوه بتاعت المنبار زي ما انت ذكرت قبل شويه انه فيها الطماطم وفيها البقدونس وفيها الشمار. طبعا البقدونس والشمار زي ما ذكرت قبل كده هم من المطهرات بتاع المعده، فاي زول بيكون بيعاني من اي مشكله في المعده يتناول الشمار او البقدونس، يكون مغلي بيساعد على تهدئه المعده وفي نفس الوقت بنقيها. عندنا الطماطم هي غنيه بالبيتا كاروتين اللي هو طبعا اي خضار بنلاقي انه لونه شويه مايل على الصفار او على الحمار نعرف انه المسؤول من الحاجه دي هي البيتا كاروتين، مفيده جدا بالنسبه للبشره بالنسبه للشعر بالنسبه لجميع وظائف اعضاء الجسم، هي مفيده جدا ممكن الزول يتناول منها قدر ما ياخذ فهي مفيده جدا. دي الفوائد الغذائيه الموجوده في الحشوه بتاعه المنبار، ده غير انه طبعا الرز من النشويات الغنيه جدا بالمعادن وكمان في نفس الوقت كربوهيدرات بتاعها عالي. طب يا دكتوره احنا كده حشينا زي ما قلت ما بتكون محشيه شديد وما بتكون واخده الشكل الاسطواني، بنبططها كده علشان لسه هتستلق، لما تستلق والرز يبتدي يكبر هتاخد الشكل بتاعها اللي هو موجود عندنا هنا. موجود هنوريكم ليه. هسه دي بتكون مويه يعني بتكون كده في مويه بتغلي زي كده، بحطها واسيبها تستلق مع نفسها بتطلع ليا بالشكل ده. بتطلع ليا بالشكل ده كده. تمام؟ هي بتمسك طبعا لان هي طبعا دهن. يعني الامعاء الغذاء اصلا عباره عن دهن. ايوه. بعد كده انا في الزيت باخدها تحميره. تحمير. واطلعها مع الطبق بتاعي. تمام. يبقى تاني نعيد الوصفه بتاعت المنبار، قلنا الامعاء الغليظه تمام؟ معاها الرز، الرز بنديله شويه بقدونس، شويه شمار اخضر. مفروم، شويه كزبره خضراء مفرومه، بنديله الرز، بنديله صلصه طماطم، معلقتين كده بتاع صلصه طماطم، الرز يكون مغسول بس، وبنحط عليه التوابل بتاعته الملح والفلفل، ممكن شويه قرفه، ممكن شويه شمال، الحاجات اللي احنا بنحبها في التوابل بتاعتنا بنضيفها ليه، ممكن فصين توم برده بيديله طعم كويس. تمام. بعد كده قلنا بنسلقه في مويه بتغلي تمام، بيكون بالشكل ده، وهنحمله بعد كده في حته سمنه. كده انا بدا الفشفاش بتاعي يجهز. الفشفاش بياخد زمن اكتر من الكبده في النار صح؟ ما حسب قوه النار، لا ما شرط ما شرط يعني زي ما شايفين كده حسب قوه النار. تمام. طيب لكن انا بقول لك طريقه التحمير دي بتكون سامحه جدا، تدي طعم حلو جدا للفشفاش والطعم الرخوي الناس اللي هي ما بتحبه بيكون شويه يجي مايل شويه كده ان هو متماسك يعني. طيب يا شيف عندنا اتصال من ايات من الجزيره، مساء الخير عليك يا ايات. ايات السلام عليكم استاذ ايات. الو اهلا. ايوه السلام عليكم. سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. الو تفضل يا استاذ ايات سامعينك. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. بخير. كيف الامور؟ الو ايات بس معلش اسمعينا من التليفون ما تسمعينا. أيوة مع أيوة التلفزيون. أيوة اوكي. الو كيفك يا دكتور وكيفك يا شيف؟ الله يخليك اهلا وسهلا بيكي. تمام الحمد لله. طبعا البرنامج رائع جدا 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 وجميل خالص. الله يخليك. تسلمي كثير شكرا لك. بس الصوت ضعيف ما قادر اسمع كويس. طيب يا ايات بما انك ما سامعانا بس ورينا سؤالك. طيب اوكي عايزه اسال عن طريقه عمل خبز توست بدل ما اشتريه اعمل يعني في البيت، وكمان عايزه اسال عن العجينه بتاعت السمبوسه لان المره اللي فاتت ما قدرت اركز فيها وما قدرت افهمها، كمان عايزه اعرف التورته لو عايزه ازينها بالكريمه كل مره ما ازينها بتسيح لي.
بتسيح. تمام. اوكي. الو. ايوه سامعينك. سمعنا الاسئله. عندك سؤال تاني؟ عايزه اعرف طريقه خبز الطست اعمله في البيت للوجبات الخفيفه في الانشاف، وعايزه اعرف طريقه الكريمه عشان ما تسيح لي، يعني تكون لي جامده كويسه عشان ازين بها التورته. وكمان عايزه اعرف العجنه بتاعت السمبوسه، لانه المره اللي فاتت ما قدرت اركز فيها كويس. تمام اوكي ان شاء الله. تسلمي كثير يا عيال. توديها استاذ المشاهدين لي موقعنا. أيوة. على صفحات طيب التواصل الاجتماعي لكل الناس اللي بيسالوا من الوصفات اللي اتعملت في مطبخنا، ممكن تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك سودانية24.tv، بتلقوا مكونات اطباقك خاصه، بتنزل كل يوم بعد الحلقه بتلقوا مكونات الاطباق كلها موجوده، فممكن تلقوها كل الحاجات اللي انتم عايزينها. اما بالنسبه يا الشيف، هي بتسال من التزيين بتاع التورته ما بيزبط معاها، بالكريمه بتسيح، وعايزه كمان تسال من خبز التوست. طيب تمام، تعمل كيف؟ هنتكلم في الجزئيه بتاعت الكريمه. انا كنت اصلا كده كده هتكلم في نقطه زي دي، ان امبارح كان في تعليق من المشاهده، بنشكرها على المتابعه بتاعتنا، متابعه البرنامج، والتعليق بتاعها بيتكلم على ان احنا يوم الـ كان يوم يا دكتور الأحد. يوم الاحد عملنا عجينه السكر، وقالت ان عجينه السكر ما ظبطت معي. طبعا انا ما فهمت ما ظبطت معي دي يعني شنو، لكن انا قلت في حاجه من الاثنين، يعني يا اما فعلا ما ظبطت معي، واتمنى اعرف هي ما ظبطت معي في شنو، او ان هي اختلط عليها الامر بين، ويمكن يكون كثير من الساده المشاهدين اختلط عليهم الامر بين عجينه السكر لتزيين الكيك والايسن شوجر او عجينه اللي هي السكر بتاعه. أيوة. تزيين الخبائز دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص بالمناسبه يا جماعه، عشان بس احنا كلنا نتكلم لغه واحده. العجينه اللي انا عملتها دي اسمها المرزبان، والاساس بتاعها بيكون لوز مبشور او لوز، وانا قلت وانا بشرح ان دي بتتباع بره وغاليه جدا، بتتباع في محلات تجهيز الحلويات وغاليه جدا. احنا عملنا الطريقه البيت اللي هي بتتعمل في البيت. الفرق بين دي وبدي، اول حاجه دي بتطبخ على النار، العجينه الثانيه بتاعت الخبائز ما بتطبخ على النار، بتتعمل على البارد. الاساس بتاعت عجينه الخبائز بيكون ابيض البيض، انا ما استخدمت ابيض بيض. الاستخدام بتاع العجينه بيكون بالكيس اللي هو بتاع زي ان بترسم الحنه كده، ده بالنسبه لبتاعه الخبائز اللي انا عملتها، الاستخدام بالمردانه او الشوبك بتتفرد وبتتخطى على الكيكه او على الكب كيك. يبقى ده الفرق بين الاثنين. لو هي تقصد اللي انا عملته ده وفي حاجه غلط، يا ريت تراجعنا تاني، وانا بشكرها مره تانية على اهتمامها ومراسلتها لينا. اما بالنسبه للاخت اللي اتكلمت بالنسبه للكريمه، في حاجه من الاثنين، دايما بيقول يا جماعه الكريمه عشان الجو بتاع السودان جو ساخن، نحاول على قد ما نقدر ان الكريمه دي تكون موجوده في الثلاجه او تكون في مكان بارد. يعني لما اشتغل حلويات دايما اشتغل في مكان بارد، ما اشتغل في المطبخ. طبعا. لان الجو بتاع المطبخ ما هيساعدني ان انا اطلع الحاجه بالطريقه الصح. دي نمره واحد. نمره اثنين، في محلات تجهيز، المحلات بتاع تجهيز الحلويات، في ماده دلوقتي بتاعه ان هي بتحافظ على الكريمه ان هي تقعد اطول فتره ممكنه ما تسيح. تمام. لكن لو انت طلعت الكريمه للقوام الصح بتاعها، كل خطوه بتعمليها لازم تكون في الثلاجه او في اوضه مكيفه او بره. ان شاء الله بقيه الحاجات الثانيه بنتابعها معاك ان شاء الله باذن الله، وبنوريك ليها عجينه السمبوسك اللي احنا عملناها، وكانت الثانيه يا دكتوره خبز التوست في البيت. خبز التوست ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. طيب يا شيف، ممكن نمشي في اللحظه، نمشي نشوف اطبخ وارسل ونشوف الناس راسلونا وعملوا لنا شنو. عندنا ام رفا عملت لنا مكرونه بالخضار، شكلها جميل يا ام رفا. ام رفا مكرونه بالخضار ما شاء الله، طماطم والبصل، طبعا هي الطماطم والفلفل السوري شكله محطوط بعد الطبخه. ايوه يعني صوص خفيف كده معمول من فوق. فكره الاستاذه ام رفاء. امل كفته البطاطس البانيه، انا بحييها من هنا على اللون، جميل. ان هي تحافظ على شكل اللون بالطريقه دي، انا بحييها من هنا بصراحه، لونها تحفه يعني جميل. رهف عامله كيكة القشطه ما شاء الله يا رهف، تزيينها ذاته جميل يا رهف، جميله. دي طبعا اللي هي اللي انا بقول عليها دلوقتي اللي هي السايحه، باذنجان المقرمش ما شاء الله، شكله جميل يا ساره، تسلم يدك. شكرا يا ساره. طيب اخر دي عندنا منة الله، عندنا شاورما الدجاج الفراخ ما شاء الله يا منة الله، شكلها جميل يا منة. منة الله طبعا من اصدقاء البرنامج دايما مواصله معانا، نشكرك يا منة الله.
ميمي عملت بلح الشام، انا اتخضيت قلت عملت المنبار قبل ما اعمله شكله، لكن بلح الشام طبعا. ميمي شكرا اخر مشاركه، وبنشكر كل الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا، وبنشكرهم على ابداعاتهم وعلى تعبهم، وان شاء الله باذن الله دايما ترسلوا لنا، وبنحاول على قدر ما نقدر نعرض اكبر قدر ممكن ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لكم كثير. بابا دكتوره انا الفشفاش هنا جاهز عندي شويه علشان النار سخنه، ابتدي انقل الكبده هنا. عشان بعد كده عايز احمر المنبار. كمان يا شيف في ناس كتير بيسالوا من المدربين يعرفوا فيتامين ايه بيتواجد وين بالظبط. فيتامين ايه بنلقاه في الجزر، بنلقاه في البطاطا الحلوه، متوفر بكميات عاليه جدا. حتى الكبده برضو فيها فيتامين ايه. بالنسبه للحوامل ما يتناولوا كميه كبيره من فيتامين ايه. السبب في كده انه اصلا هم بيكونوا واخدين مالتي فيتامين، يمكن يكون فيها الفيتامين اي. فاذا انت اصلا الحبوب اللي انت بتاخديها فيها فيتامين اي وجيت تناولتي اغذيه غنيه بالفيتامين اي، للاسف المعروف انه فيتامين اي لما يعني تكون نسبته زايده عن الحد للاسف بيعمل تشوهات في الاجنه. فعشان كده دائما الحوامل يحاولوا يبتعدوا شويه من الحاجات اللي بتكون فيها فيتامين اي عاليه، يعني زي الكبده عاليه جدا فيها فيتامين اي. دكتورة كده احنا عايز اخد النار علشان المنبار، لان عندنا طبق الحلو بتاعنا قاعدين نجهزه وقاعدين الزمن يجري بينا. طيب احنا كده يا دكتورة حمرنا الفشفاش، وهسه حاليا اهو زي ما انت شايفه بنحمر الكبده، واخر حاجه هنجهزها دلوقتي المنبار. الكمونية بتاعتنا على النار شغالة، بالصوص بتاعها بيتسبك على النار. يبقى كده احنا خلصنا الاكلات اللي هي المالحة، هنخش بعد كده على طبق الحلو. طبق الحلو ان شاء الله باذن الله هيكون طبق مميز، طريقته سهلة وبسيطة، لكن خلونا قبل ما نبدأ في طبق الحلو نمشي فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا تاني لكل مشاهدينك خاصة، ووصلنا للقنبلة أو تحليتنا لليوم اللي هي اسمها حالة القنبلة. اتفضل يا شيف إبراهيم. طيب احنا كده الكبدة بتاعتنا برضو انتهت، وعملنا الفشفاش تمام. يبقى ناقص آخر حاجة المنبار، هنحمره إن شاء الله في زيت، بس خلي الزيت شوية يسخن. قلنا هنجهز في نشتغل في القنبلة عشان بتاخد أكتر من طبقة تمام. هنتكلم على القنبلة يا جماعة. احنا اشتغلنا على مدار الحلقات اللي فاتت، عملنا المهلبية، عملنا رز بلبن، عملنا الكاسترد، عملنا الفروت سلط، عملنا البسبوسة، عملنا الكنافة، عملنا ايس كريم الفانيليا. كل الحاجات دي عملناها الحمد لله وبعملها على الهواء. النهاردة بقى هنجمع الحاجات دي كلها في طبق واحد. بس نسينا حاجة واحدة في الطبق ده، هي هتكون ما فيش اللي هي لا شوكولاته، لا ما في شوكولاتات. فهي الحلقه يعني الفكره بتاعت القنبله ان هي دي بتكون طبقات مع بعضها. احنا ابتدينا الاول بطبقه المهلبيه عشان شويه بتاخد وقت في انها تبرد تمام. بعد كده بنجيب الفروت سلط، فروت سلط العاديه، اي فاكهه موجوده عندنا تمام. الطريقه دي الكوريه الثانيه يا دكتوره. اي فاكهه موجوده عندنا بنوزعها على التحليه دي دسمه جدا، عشان كده تسمت القنبله. ده من رايي طبعا، انا ما اعرف اصل التسميه شنو، لكن السعرات الحراريه بتاعتها عاليه جدا جدا. حتى السعرات الحراريه اللي انا طلع لكم في القيمه الغذائيه، يمكن المعلقه الواحده اللي فيها بتديك سعرات حراريه عاليه جدا. اذا انت ماخذ من كل الطبقات تديك 140 كيلو كالوري، فما بالك لو انت تناولت الكميه الكامله في الكوره، يعني حتكون دسمة جدا. ال 100 جرام منها بتديني 700 كيلو كالوري، فعشان كده طبعا مشروع تسمين للناس اللي حابين يسمنوا. اما بالنسبه للناس اللي حابين يعملوا دايت فما بنصحهم خالص انهم يتناولوها، او حتى لو يتناولوا منها معلقه واحده طوالي الحقوها برياضه المشي او اي نوع من انواع الرياضات عشان يلحقوا انهم
يحرقوا السعرات الحراريه الزايده دي؟ عشان النفس طبعا، في ناس عشان النفس طبعا. بقول لك ما مشكله النهارده اخرب البرنامج الليله، وبكره ان شاء الله نعوضهم في حاجه ثانيه. لكن طبعا زي ما قالت الدكتوره طبق دسم جدا، الناس اللي كتير اتصلوا قالوا عايزين نسمن، زي ما في ناس عايزه تضعف في ناس عايزه تسمن برضه. أيوة. وفي ناس بين البنين ما فارقه معاهم يعني ياكلوا. فاحنا بنقول طبق القنبله من الوجبات الشهيره واللذيذه جدا. زي ما احنا شايفين يا دكتوره عملنا طبقه بتاعه الفروت سلط، وعملنا طبقه بتاعه الكنافه، وقبليهم كانت طبقه المهلبيه. وهنخش دلوقتي على طبقه الرز باللبن، جهزوا. وطبعا قلنا الحاجات المكونات الطبق ده احنا عملناها كلها تمام، عشان يبقى الناس برضو لو زول ما مرت عليه احنا نزلنا المقادير، وممكن ننزلهم تاني على الشاشه، وممكن نراجع صفحاتنا على الفيسبوك فيها كل الحلقات بتاعتنا اللي اتفقنا. بعد الكنافه هنتخطى الطبقه بتاعت البسبوسه طوالي ولا رز باللبن؟ رز باللبن. اخر حاجه هنعملها بيها كاسترد. اللبن انا طبعا مجهزه عشان طبعا من ناحيه انها هي مفيده، من ناحيه غذائيه فهي مفيده جدا، بتحتوي على الكالسيوم، بتحتوي على الفيتامينات عموما، بتحتوي كمان على الكربوهيدرات، برضو كمان فيها بروتين، لان طبعا البسبوسه والكنافه بتكونوا بالسمن، والسمن غني بالنسبه بالبروتين. فكل الحاجات اللي احنا بنحتاج لها، حتى الفات اللي هي الدهون برضه متوفره فيها، سواء ساتوريتد او ان ساتوريتد، اللي هي الدهون المشبعه وغير مشبعه. طبعا دكتور نحط اللبن بتاع الكاستر لغايه ما نجهز البسبوسه بتاعتنا. كده بعد كده نجيب البسبوسه نكسرها بين عالي جدا كده. يبقى زي ما قلنا احنا بنشتغل طبقات، ونجيب المهلبيه، وبعد كده بنحط الترتيب. طبعا برضو حاجه بترجع لنا احنا برضو، يعني ما ليها ترتيب متفق عليه، لكن احنا في الاخر التكوينه دي بتعمل طعم عجيب جدا، ولكن دسم زي ما انت قلت يا دكتوره برضو، عشان الناس اللي هي ممنوعه من تناول السكريات او الدهون العاليه او كده ما يضروا نفسهم. كمان الناس اللي بيعانوا من امراض السكر، هي طبعا على فكره انا بلاحظ ان كل بلد عندهم حاجه كده يعني زي دي. هنا في الماكومبا، ايوه، وفي المخبازه، يعني قريبه جدا من القصه دي. يمكن كمان اصعب عشان في حلاوه طحنيه وفي زبيب وفي عسل، يعني بيكون شويه اصعب كمان من القصه دي، لكن يعني ملاحظ ان كل بلد فيها المكون الغريب ده. هي طبعا المخبازه ولا الكومبه الاثنين ما اصعب، هم يكونوا في نفس المستوى لانه في النهايه نفس الدسامه. تمام كده احنا وزعنا البسبوسه بتاعتنا على طبق الحلو، يبقى احنا كده ناقص لنا بس الكستر والايس كريم. تمام كده يا دكتوره احنا بنجهز كده الزيت يكون سخن بتاع الممبار، هنبتدي نحمر. بعد ما يخش النار هينكمش زياده، يعني شويه بسيطه ما كتير، بس بيحمر وبيقرمش كده، بيكون طعمه جميل جدا. اوكي بالطريقه دي. في كتير من الناس بيحبوا يتناولوا الحاجه بس عشان هي بتقرمش. بالظبط. الممبار هيكون مفيد جدا معاه. بيكون جميل جدا مع القرمشه بتاعته. كده يا دكتور احنا جهزنا الفشه، وادي الكبده. ممكن يا دكتوره تديني اي واحد فوق ده. كده احنا بنحط له جرجير. الجرجير الميزه فيه، يمكن ناس كتير بتمشي لمحلات الكباب دي يلاقوه عاملين الفرشه. أيوة. جرجير. الجرجير الميزه فيه ان هو بيمتص الدهون، يعني هي الميزه اللي في الجرجير ان هو بيمتص الدهون.
طبعا الجرجير عنده قدرة عالية في تنظيف المعدة وحتى البكتيريا اللي بتكون ضارة أو كده، فبيكون مفيد في إنه هو بيمنع نموها أو بيساعد في قتل البكتيريا اللي هي بتكون ضارة بتنمو في المعدة. لكن طبعا الشيف احنا لازم ننتبه دايما، بنلقى إنه الناس اللي بيتناول الفاست فود في المحلات وكده انتبهوا دايما إنه الجرجير لازم يكون مغسول جيد، لأنه دايما بيكون فيه ما مغسول جيد بنلقى فيه لسه في طين أو كده، فدي الحاجات اللي بتأدي لنا للإصابة بجرثومة المعدة، إنه الأكل بيكون شوية وسخان. أيام كده احنا و كمان الكمونية بتاعتنا جهزت. طب الكرة على تحت طيب احنا كده جهزنا طبق كمونية بالحمص. بالنسبة لبقية الوجبات القيمة الغذائية طلعت من 100 جرام من الوجبة. طبعا القيمة الغذائية دي احسن ما نعيليها. دسمة جدا جدا. استحسن ان احنا ما نعيليها عشان ما نتعب. كده احنا كده خلصنا طبق الكمونية، هنديله شوية بقدونس على الوش. وادي طيب ممكن كمان نمشي نشوف القيمة الغذائية للأطباق الدسمة لليوم. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، هسي الممبار جهز حمر، نبتدي نوزعه على الصحن بتاعنا. طبعا زي ما شايفين إنه التحلية بتاعتنا حتى الآيس كريم فيها يعني السعرات الحرارية زي ما ذكرت لكم عالية جدا جدا جدا. طبعا يا شيف انا كثير بيجوني ناس بيكونوا بيعانوا من نقصان في الوزن، انه وزنهم ما ضمن الطبيعي، ففكره جديده انه انا اديهم نوع ده من التحليه. طبعا
هي المركبه دي يعني بقت منتشره جدا في الفتره الاخيره بالذات اللي هي احد الطبقات دي تبع الطوال يسمع بيها. تمام نرجع كده للصوره. طبعا طبق مشهي لكن طبعا في ناس كثيره اكيد هيكونوا محرومين منه واحنا بنأسف على بشاعه المنظر، لكن يكون طبعا ممكن يا شيف يتناولوه في الوجبه الفري بتاعتهم بس ما يتناول منه كثير، يعني زي ما ذكرت قبل شويه انه ممكن يتناول منه يطلعوا نفسهم بس منه يعني يوم الفري. ايوه واحده كمان. شكرا. كده احنا هنكون خلصنا اطباقنا لليوم. اطباق اليوم كانت اكل بلدي، عملنا الكمونيه، عملنا الفشفاش، عملنا الممبار، عملنا الكبده الضان، وعملنا طبق القنبله اللي هو زي ما قلنا عباره عن طبقات اي حاجه انت بتريحك، مهلبيه، سلطه فواكه، رز بلبن، كاستر، بسبوسه، كنافه، ومن فوق بنحط عليه ايس كريم الفانيليا. نتمنى حلقه الليله تكون عجبت الساده المشاهدين. ثاني شيء اكيد هي حتكون عجبتهم لانه الحلقه امبارح كانت شويه كده ما فيها اي نوع من الدسم، اليوم احنا جبنا لكم كل الدسم في حلقه واحده. ان شاء الله يا رب تكون نالت اعجابكم، وتسلم يدك يا شيف على الاطباق الجميله. في الختام حنقول لهم في امان الله.